مشاهدينا الساعة دلوقتي 9، ميعادنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا. تفضلي لميا. شكرا لك منى. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة للتباحث حول المبادرة الأفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بمشاركة كل من رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ورؤساء كل من جنوب أفريقيا والسنغال وأوغندا وزامبيا. وخلال الاجتماع أكد القادة أن لأفريقيا مصلحة أكيدة في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على الدول الإفريقية وسائر دول العالم. وقد أعرب الرئيس السيسي خلال الاجتماع عن تطلع مصر لأن تسهم المبادرة الإفريقية في تسوية النزاع الروسي الأوكراني في ضوء ما يربط دول القارة الإفريقية من علاقات ممتدة مع الدولتين، فضلا عن الأبعاد المتعددة لتلك الأزمة التي تجاوزت حدودها الجغرافية لتشمل مناطق مختلفة من العالم. نعى مجلس الوزراء الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق الذي وافته المنية مساء أمس. وأكد مجلس الوزراء أن الدكتور أحمد عماد الدين كان واحدا من أبرز المسؤولين الذين قدموا إسهامات جليلة للنهوض بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين، كما ساهم في وضع خطة لتطوير المستشفيات الحكومية خلال توليه المسؤولية. وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الراحل الكريم كان واحدا من أعلام كلية الطب بجامعة عين شمس، نهل من علمه الكثيرون وأسهم أيضا بعلمه وجهده في علاج الكثيرين من أبناء الشعب المصري. وتقدم مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم ولكل زملائه في مجال الطب والرعاية الصحية، داعيا المولى أن يتغمده بواسع فضله ورحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إرجاء كل جلسات الحوار المقررة الأسبوع الحالي لتتم خلال الأسبوع القادم بنفس جلساتها والمتحدثين فيها وحاضريها. وقال ضياء رشوان إنه تم إبلاغه من الجهات الفنية المسؤولة عن إصلاح الأضرار التي أصابت مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر نتيجة للظروف المناخية خلال الفترة السابقة. أبلغت هذه الجهات بأن الانتهاء الكامل من هذه الإصلاحات وعودة المقر لكفاءته الطبيعية لن يتم قبل نهاية الأسبوع الحالي. وأوضح المنسق العام أنه بذلك يكون انعقاد نفس جلسات المحور السياسي يوم الأحد 11 من يونيو، وكذلك نفس جلسات المحور الاقتصادي يوم الثلاثاء 13 من يونيو، وجلسات المحور المجتمعي ذاتها يوم الخميس 15 من يونيو. أكد السودان رفضه لأي شكل من أشكال التدخل الدولي في شؤونه، وطلب الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس المنظمة الدولية وهيئاتها بإدانة ممارسات قوات الدعم السريع، وحثها على الاستجابة لنداءات القوات المسلحة في العودة للانصياع للأوامر والكف عن أي توجهات لاستمرار القتال وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد. كما شدد الممثل الدائم للسودان على انفتاح بلاده على كافة المبادرات لإعادة الوضع الإنساني والمسار الحياتي إلى طبيعته. تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بتفجير سد نوفا كاخوفكا الواقع في منطقة خيرسون شرق أوكرانيا، وكانت القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا قد أعلنت أن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا. من جانبها ذكرت وكالة تاس الروسية أن كييف استهدفت السد بصاروخ من قاذفة صواريخ أولخا الأوكرانية. وأعلن حاكم خيرسون بدء عمليات إخلاء المناطق القريبة من موقع السد، لافتا إلى أن منسوب المياه سيصل إلى مستوى حرج خلال ساعات. كشف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا النقاب عن خططه للوفاء بتعهداته بوقف إزالة الغابات في الأمازون بحلول عام 2030 عبر تعزيز إنفاذ القانون ضد جرائم البيئة. وتدعو الخطة إلى تعزيز استخدام معلومات المخابرات وصور الأقمار الصناعية لتتبع النشاط الإجرامي، وتنظيم أيضا سندات ملكية الأراضي واستخدام سجل ريفي لمراقبة الإدارة الصحيحة للغابات التي تلعب دورا شديد الأهمية في إبطاء تغيير المناخ العالمي.
رياضيا، فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الممتاز. وتقدم فريق الزمالك بثنائية سجلها لاعبه سيف الجزيري في الدقيقتين 23 و49، فيما سجل هدف الاتحاد لاعبه خالد الغندور في الدقيقة 65. بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 53 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 40 في المركز السابع. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.